ريكورد وهي شير سكرين وهي شاشتي. هلا بس عشان تشوفوا، هي نزلت لكم اللي هي المحاضرة الثالثة، اللي هو اليوم راح نبلش في مادتنا اللي هي الأوبجكت أورينتد. طبعا أنا راح أمشي بنسق تختلف شوي عن الكتاب، راح أمشي بطريقة بحيث إنه خليكم تربطوا المواضيع مع بعض يعني بشكل أسلس، لأنه الكتاب يعني بفوت بالديتيلز كتير 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 قبل ما يوصلك للنقطة اللي بدك إياها. فركزوا معي اليوم، محاضرة اليوم تفهمها، بلشنا نفهم شو يعني Object Oriented، وراح ننطلق فيها وتشوف إنه موضوع سهل جدا. موضوعنا اليوم عن Object Oriented هو مش إشي جديد، هو نفس اللي كنت أخذه أيام زمان، كنا نسميه Structured Programming. اللي هو واحد بيقول كيف يعني Structured؟ اللي هو إحنا كنا نعمل برنامجنا عبارة عن مجموعة من الـ methods، بلوكات، كل بلوك له begin وend begin وend. فكان يتجمع كل البرنامج عندي بكم فايل، فايل واحد صح منظم بس، ولكن هو فايل واحد. وهذا الحكي على الأنظمة الكبيرة مش صح. بقول لي واحد كيف؟ بقول لي الأسلوب الأذكى إنه بدال ما أعمل برنامجي فايل واحد، إيش أجزئه؟ فايلات. بصير يعني مثلا عندي نظام جامع، مثلا في فايلات للتسجيل، في فايلات للمالية، ما حكيت فايل واحد، فايلات للتسجيل، فايلات للمالية، فايلات للمكتب، فايلات لمثلا شؤون الموظفين. إنه صرت أجزئ برنامجي بشكل منظم على شكل ملفات. هاي الملفات إحنا نسميها فعليا في الجافا كلاس. لما تسمع كلمة كلاس يعني فايل، في الويندوز بنسميه فايل، في الجافا شو بنسميه؟ كلاس. طيب واحد بيقول لي شو يعني كلاسات؟ تعال عشان أفهمك شغلة. إحنا المبدأ راح نشتغل عليه Object Oriented Programming أو Object Oriented Design إحنا بنسميه. واحد بيقول لي شو يعني Object؟ لما تحكي مصطلح كلمة Object إنه أنت بدك تصير تمثل السيستم تبعك على شكل Entities أو Objects من الواقع العملي أو محاور أساسية. واحد بيقول لي كيف؟ يعني مثلا في نظام الجامعة بالتسجيل، في عندي مثلا Object أو Entity، محور أساسي في عملية التسجيل، هو الطالب. هاي Object على سبيل المثال. بوصف فيه مثلا داتا تبعته، مثلا شو بهمني من الطالب، رقمه الجامعي، اسمه، مثلا جنسه، تخصصه على سبيل المثال، وبحط داتا له. مثلا ايش كمان؟ مثلا في عندي انتيتيز ممكن اوصفها بعملية التسجيل، في عندي مادة، في عندي مدرس، تمام. في هاي بنسميها انتيتيز، هاي بنشبهها كأوبجكت، تمام. فهلا في عندنا في مبدأ الأوبجكت أورينتد انه انت بتحكي ان أوبجكت ريبريزنت ان انتيتي، يعني كيان او محور اساسي في الريال وورد، بوصف شيء موجود في الواقع العملي. انا بورجيكم كمان مثال عليه، كان بي ديستينكتلي عفوا ايدنتيفايد، يمكن تمييزه يعني بحاله. يعني مثلا واحد بيقول لي كيف يعني مثلا اسم الطالب. هلا اسم الطالب ليس انتيتي، الطالب انتيتي، صفه للشغله ليست انتيتي، انما الانتيتي هي كتله في لها صفات. مثلا انا بدي اوصف سياره ولا بدي اوصف مثلا عجل سياره، أوصف مثلاً لابتوب ولا بدي أوصف مثلاً سي بي يو تبعه. الأعم إنه أحكي اللابتوب صفات إله، مثلاً والله سرعة السي بي يو هالقد أو السي بي يو تبعه هيك، الرام كذا كذا كذا. الانتيتي هو أوبجكت من الواقع العملي. تصير تشكل إنه في عندي فايل اسمه طالب، في عندي فايل اسمه لابتوب، في عندي فايل اسمه مثلاً مادة. تصير توصف أوبجكت من الواقع العملي. هذا الأوبجكت دائماً بيحتوي على داتا نسميها الستيت، اللي هي الستيت، يعني في عندي طالب له رقم جامعي، له اسم، له مثلا جنس مثلا معين له. هاي البيانات اللي بتوصف الاوبجكت بنسميها الستيت تبعته، قيمتها الحاليه تكون ستيت، لانه انا فعليا مثلا في الجامعه ما عندي طالب واحد، عندي اكثر من طالب، كلهم يطبعوا الاوبجكت اسمه ستودنت، بس كل ستودنت منهم له داتا خاصه فيه. الداتا الموجوده في هذا الاوبجكت حاليا تمثل الستيت تبعت الاوبجكت بنسميها، في ناس بسموها بروبرتي او اتريبيوتس، الستيت اللي هي الداتا تبعت الاوبجكت. طيب وفي للاوبجكت شيء اسمه بيهيفير، سلوك. السلوك اللي هو العمليات اللي ممكن اسويها. واحد بيقول لي كيف يعني عمليات ممكن نسميها؟ بنسميها اكشنز احنا بالعاميه، اللي هي الميثودز اللي بقدر اسويها. طب واحد بيقول لي شو الحكمه؟ حكمه مثلا انا باجي بعمل على سبيل المثال، مثلا بعمل اوبجكت اسمه موظف، اللي هو واحد طيب موظف شو بعطيه داتا؟ بعطيه رقم، بعطيه اسم، بعطيه راتب اساسي. مثلا بزوده بكم معلومة؟ ثلاث معلومات كداتا، رو داتا بنسميها، داتا خام يعني ما في، بس هاي البعطية. قولي طيب شو ممكن أعمل actions عليها؟ مثلا أصير أحط مثلا وظائف للموظف، إنه أقدر أسويها للموظف، مثلا أحسب له الضريبة، أحسب له الضمان الاجتماعي، أحسب له علاوة مثلا، أحسب له صفراتبه قديش، سبيل المثال. هاي بنسميها actions أو behavior.
واحد بيقول لي طيب طيب يعني بالكلاس احنا او بمبدا الاوبجكت اورينتد لما نشتغل سوري شو الفكره بنفكر فيها؟ بصيغ لك اياها بالعاميه. انت بدك تعمل فايل او اللي هو برنامج مستقل، ما الك كيف اليوزر بزودك بداتا. واحد بيقول لي كيف يعني ما الي؟ يعني اليوزر ممكن يعطيك بيانات، يدخل لك بيانات عن طريق الكيبورد، ممكن يدخل لك اياهم من المايك، ممكن يزودك اياهم من فايل اكسل شيت او من داتابيس. ما الك كيف الداتا بتيجي؟ انت راح تجيك داتا، انت راح تجيك ايش داتا بغض النظر من وين. حر اللي بيستخدم البرنامج اللي انت راح تسويه، لا تجبره انت دائما من الكيبورد، هو حر يجي بالداتا من وين ما بده، فهو راح يزودك بداتا بنسميها رو داتا، داتا خام. انت وظيفتك تاخذ هاي الداتا وتحطها بفايلك، بعدين فايلك يعالج هاي الداتا اوتوماتيكلي لحاله ويخرج لك نتائج عنها. مثلا زي الموظف، انا ما علي الا ازوده انه رقم موظف هالقد، حر انا ممكن ازوده اياها بالكيبورد، ممكن من فايل، ممكن بالمايك، حر انا رح أزودك بداتا بطريقتي حر. وانت وظيفتك تحسب لي مثلا قديش ضريبته، قديش ضمانه الاجتماعي، قديش علاوته، وات ايفر شو كنت طالب منك، رجع لي اياهم كداتا، ما بتعرض لي اياهم على الشاشه. الذكي الانبوت والاوتبوت ما لك فيهم، انت لك انه رح يجيك معطيات رح تعطيه انت ايش مخرجات، وهو بياخذهم بيعرضهم زي ما بده، وهو بزودك فيهم حر زي ما بده. هيك الفكره اللي بتفهمها. قول لي واحد طيب، الكلاس في شيء اسمه اوبجكت وفي شيء اسمه كلاس. الكلاس بنسميه البلو برينت او التمبلت، اللي هو اللي من خلاله انت بتعرف شو بده يكون في الاوبجكت داتا وشو العمليات اللي راح يسويها. يعني انت بتعمل كلاس واحد وبتنشئ منه اكثر من اوبجكت، يعني بشبهوها في العاميه، انا بحب هذا التشبيه بس يعني مجازا، هو قالب. كيف قالب المعمول لما الحجات يعملوا لنا المعمول بتمر وكذا، عندك قالب هذا اسمه الكلاس. هلا ممكن تحط فيه عجوه مثلا اللي هي سميد وات ايفر شو بحطوه، ممكن نحط مثلا جواته تمر، ممكن نحط وسطه حلبي، ممكن نحط جوز. هلا كل ما بتطرق بيطلع معك معموله، هاي بنسميها اوبجكت. القالب اللي طلع هاي المعموله شو بنسميه؟ كلاس. فانت بتعمل قالب تشكيله معينه للداتا بتقدر تعبيها داتا. هلا مجرد ما عبيتها داتا صار اسمها اوبجكت، فبتاخذ نسخه اولى بصير عندك اوبجكت 1. طب بقدر اعمل اوبجكت 2؟ نعم، كلاس واحد بس بقدر اعمل منه اكثر من اوبجكت. هلا راح اورجيكم اياه للي بده يفهم. زي ما حكينا an object is an instance of a class، يعني الأوبجكت هو نسخة من الكلاس معبية بداتا في الميموري، راح يتم تمثيلها في الميموري، تقسيم انت جهزتها وكل شوي تعبيها قيمة وتأخذ نسخة جديدة عنها وهكذا. ممكن تنشئ قد ما بدك instance of a class، يعني انت بتنشئ كلاس واحد بتقدر تحجز منه قد ما بدك objects أو instance. الانستانس هي تعادل كلمة ايش؟ object. Java classes uses variable to define data field and methods to define actions. يعني دائما حكينا الاوبجكت له شغلتين، له داتا وله اوبريشنز او ميثودز بنسميها. الداتا بنمثلها في الفيلدز تبعته، في الداتا تايب بعرفها انتجر مثلا نمبر، سترينج نيم مثلا، تشار جندر مثلا ام او اف زي ما راح اورجيكم كمان شوي. والاكشنز اللي هو شو ممكن اسوي لها اكشنز، يعني شو ممكن اسوي عمليات حسابيه على الداتا اللي اعطتني اياها. وفي ميثود خاصه بنسميها كونستراكتر. شو يعني كونستراكتر؟ الباني. واحد بيقول لي شو الباني؟ الميثود سبيشال، سبيشال ميثود، ميثود خاصه. هاي دائما بتم استدعائها لحظه ما تنشئ اوبجكت من هذا الكلاس تبعك، وبتعطي قيم مبدئيه للداتا. طيب واحد بيقول لي انا مش فاهم ولا شيء، بقول له اصبر شوي يعني تعال شوفه معي. هلا ان جنرال لما تيجي تبني كلاس، لما تيجي تبني كلاس هاي الشكل العام. بابليك كلاس، شو يعني كلمه بابليك؟ بابليك في البرمجه معناته هذا ملف الكل بيقدر يشوفه، برايفت ما حداش بيقدر يشوفه، بس اللي جوا الملف بتعاملوا معاه، اللي برا الفايلات اللي برا ما بيشوفوه. فلا انا بعمل برنامج الملفات الثانيه يتعاملوا معاه، فعشان هيك حكينا الاكسس موديفاير له ايش هو؟ بابليك. طيب كلاس بفهم الجافا انه هذا كلاس وبعطي اسمه. دائما قواعد التسميه الكلاسات دائما يجب ان يكون يبدا بحرف ابجدي كابيتال لتر، هيك دائما قاعده الكلاس. ممنوع يبدا برقم او سبيشال كاركتر الا الاندرسكور طبعا والدولار ساين، بس الافضل دائما عرف بين المبرمجين انه يبدا بحرف شماله ابجدي كابيتال لتر. ويجب لما تسيفه نفس الاسم تبع الكلاس. واحد بيقول لي كيف يعني عملت كلاس اسمه ستودنت، قعدت اكتب على الجافا، كتبت على الجافا لسه ما سيفت فايل، لما اسيفه اكزاكتلي سميته ستودنت لازم اسميه بالويندوز ستودنت، الاس كابيتال الاس كابيتال، ستودنت كامل ستودنت كامل، مش اس تي دي اروح اسميه على الويندوز وكلاس هو اسمه ستودنت، لا لازم يطابق الاسم. بعدين بعرف الداتا المنبر، بعدين الكونستراكترز، بعدين الاوبريشنز. واحد بيقول لي انا مش فاهم ولا شيء، تعال افهمك اياها. انا طلع على هالمثال بدي اعطيكم اياه. انت دائما لما تيجي تشتغل كبدايه راح اعطيك شيء اسمه اليو ام ال،
Unified Modeling Language. هذا نموذج أو أعطيه لأي مبرمج بيفهم في الجافا، يعني عنده خبرة بسيطة في الجافا بيفهم شو المطلوب. فواحد بيقول لي طيب UML دائما تكتب فيه اسم الكلاس أول جزء، بعدين تحط شو الداتا ممبر، شو البيانات تبعتك، بعدين تحكي الكونستراكترز، هلا بوريكم شوية اللي بتنشئ تعبي الداتا تبعت الأوبجكت تبعي في قيم مبدئية، والميثودز اللي هي الأوبريشنز أو الأكشنز بنسميها، هدول بنسميهم داتا ممبرز. واحد بيقول لي أنا مش فاهم، تعال فهم. هلا طلعوا معي، هاي هون مثال بسيط. عملت لك إنه example create a class called circle. نشئ لي كلاس، نشئ لي فايل في الويندوز احنا بنسميه، في الجافا شو بسميه؟ كلاس. ايش اسمه؟ سيركل. يعني انا حكيت في عندي انتيتي او في عندي شيء بالواقع العملي اسمه سيركل. ايش اسمه؟ سيركل، دوره. ذات كان ريد ا سيركل راديوس. يمكن ان يقرا هذا البرنامج بس بتزوده بداتا. ايش هي الداتا اللي راح تزوده فيها فقط كمعلومه رو داتا؟ شو بتسوي؟ بتزوده في الراديوس اللي هو نصف القطر. طلع كيف انا بفكر ببرنامج، ما قلت لك بتزوده من خلال كيبورد ولا كذا، انا بقول لك راح تجيك داتا بغض النظر من وين. ايش هي الداتا الوحيده اللي راح تجيك؟ الراديوس. بعدين انت بتقدر تحسب لها الاريا والبارامتر، وانا ضفت اضافه جديده عليها اللي هي الديامتر. يعني انت المفروض تحسب لي، ازودك انا في نصف القطر، تحسب لي المساحه الدائره، وتحسب لي اللي هو القطر كامل، مش نصف القطر، القطر كامل تبع الدائره، وتحسب لي ايش؟ البارامتر اللي هو المحيط تبع الدائرة. أقول واحد طيب تعال أورجيك شغل حلو، تعال نطبق هذا الحكي على الجافا. فهذا اسمه UML Unified Modeling Language. طب شو بفهم منه؟ بفهم إني راح أنشئ كلاس فايل في الجافا شو اسمه؟ سيركل. والله حط إنه السي تبعت السيركل شو مالها؟ كابيتال لتر، لأنه هيك الستاندرد تبعت الجافا. إذا في حدا عنده شو اسمه سؤال يسأل، زيها زي الميثود، زي يشيل زيها زي الميثود يا عمر أنت بعت على الكود. او هلا خلينا بالله اصبركم علي، طلع معي اجاك اليو ام ال دياجرام، هذا تعال اورجيك اياه كواقع عمل. هلا هاي النت بينز، هذا بلش معاكم مشروع جديد وفهمكم شغله حلوه. الاوبجكت اورينتد اول ميزاتها انه برنامجك مش فايل واحد، برنامجك عده فايلات منظمه. كل واحد طيب هاي جافا ابلكيشن نفس الشيء، هذا راح اسميه اللي احنا المره الماضيه كان على فولدركم هنا، بس اتذكر كان هذا اخر مره اشتغلنا ليسون 3، هلا ليسون 4 بنسميه. يعني هلا هون الداجة أقول له هذا اسمه خلينا أشوف هاي listen for underscore ده سميه مثلاً OOD one example إيش رقم واحد مثلاً في OOD تمام. بقول له واحد طيب هلا هاي أنشأت إيش مشروع. هلا تعمدت أنا أخلي البروجكت مفتوح هون عشان تفهم إنه حالياً عندي فايل واحد اللي هو تبع المين كلاس بنسميه. الفايل في الويندوز اسمه فايل، في الجافا ايش اسمه؟ كلاس. عندي كلاس واحد اسمه listen for OOD1. حاليا برنامجي يتكون من كم فايل؟ فايل واحد. تمام. زمان كنا نبرمج كل شيء في المين هون، نحط نعمل ميثود مثلا اعرف الداتا مثلا سيركل الريديوس تبعها هون، وابرمج كل شيء هون. الاوبجكت اورينتد صاروا يحكوا لك في اسلوب اذكى من هيك. يقول لك ايش؟ يقول لك لا تبرمج في المين، ولا حط الكود تبعك بفايل ثاني. بقول واحد طيب اعمل كلاس ثاني في الكود بدك تبرمجه. قولي طيب هلا تعالوا طلع معنا هاي اليو ام ال، قلت لك في عندنا كلاس شو اسمه يا شباب؟ سيركل. فبقول له طيب درجع على الجافا احكي له هون على مشروعي من هون، مش مشروع جديد، بدي كلاس جديد او بدي فايل جديد، بقدر اكبس على هاي نيو فايل، او من هون تقدر تحكي له نيو فايل وليس نيو بروجكت، ها نيو فايل ملف جديد. فبقول له طيب هاي نيو فايل جافا كلاس نوعه، ايش نوعه؟ جافا كلاس، يعني ملف كود جافا. تمام. بقول له نيكست شو اسمه؟ ما بألف من عندي C أو X أو W، حسب الـ UML شو قلت لك اسمه؟ سيركل. معي شايفين طلع كده تمشي انت exactly زي ما بنكتب لك، طبق ها هاي سيركل، ها هاي حكيت في عندي كلاس شو اسمه؟ سيركل. ما بسمي C small letter تبعت السيركل، ولا بسميه مثلا كلاس C أو X أو عطلة أو حسنين، اسمه exactly زي الـ UML. والواحد طيب بس أعمل finish، طلع أنا بس عملت finish، طلع على بروجكت اكسبلورر صار عندي برنامج يتكون من كم فايل؟ 2، او بالاصح في الجافا بنحكي من كم من كلاس؟ 2 كلاسز. واحد المين كلاس، واحد بيقول لي شو المين كلاس؟ دائما في كل مشروعك في فايل، في كلاس واحد او فايل واحد بنسميه المين كلاس. بيقول لي واحد كيف بتعرف منه؟ الذي يحتوي على المين ميثود، مين اللي فيه بابليك ستاتيك فويد مين، هذا هو المين كلاس. اللي هو بمعنى اخر مثلا برنامجك فيه 10 ملفات، لما احكي للجافا شغل هذا المشروع راح يبلش من انو ملف؟ راح دائما يبلش من الملف اللي فيه مين ميثود.
عشان هيك هذا بنسميه الميني كلاس، بينما هذول كلاسات عادية كل واحد طيب. نرجع لفايل السيركل، فلاحظ هلا برنامجي صار كم ملف يا شباب؟ ملفين. طيب واللي حلو كمل، ترجع على اليو ام ال، هي عملية عباية بس مش أكثر من هيك كبداية. أول داتا ممبر بدك تعرفها اللي هي إيش اسمها؟ radius. وشو نوعها يا شباب؟ هيني موضح لك شو نوعها. تبل، أنت ما إلك في الانبوت والاوتبوت، هلا لا تفكر في الانبوت والاوتبوت، طول في عندي داتا، هاي بيانات راح أزودها للفايل تبعي هذا. هذا الفايل بس أزوده فايل بيانات بدي أخليه يحسب الاريا والبارامتر والديامتر تبعها. طب الواحد طيب طلع شو بدي أسوي هون؟ بدي أجي أحكي هون، بدي أجي أحكي في عندي هون دبل دبل، واللي واحد طيب وليش اخترت دبل؟ بلو لأنه باليو ام ال ايش مكتوب لي دبل، وإيش اسمه مش ار اكزاكتلي زي ما كتب لي هنا radius. عرفت داتا منبر في كلاسي إيش اسمه radius، والحلو حلو. طيب بدي أحكي هاي عرفت الداتا منبر، والواحد طيب بدي أفشي عن الكونستركترز عشان أفهمكم شو من الكونستركترز هلا بس نبلش، وبدي أفشي عن الست والجيت. واحد بيقول شو الست والجيت؟ هلا دائما انت الفايل تبعك اجمالا كلمه ست وجيت، ست يعني اعطي فايلك قيمه، يعني واحد بيقول كيف يعني؟ يعني طلع على هيونا في الجافا في عندي فايلين سيركل ولسن، هلا لما بحكي انه بدي اعمل ست للسيركل يعني بدي ادخل داتا من برا لجوا السيركل، جيت للسيركل يعني بدي اسحب داتا من السيركل لفايلات تانية برا. فعندك دائما باليه تسميه الميثود عندك دائما الذكي بيسمي بطريقتين ست وجيت. هلا بقدر اسميها الميثود شو ما بدي، اطلع حسنين بس عشان اللي بيشتغلوا معك يفهموا انه هاي لتزويد داتا نسميها ست، لسحب داتا شو نسميها جيت، اسحب داتا من الفايل هذا واعطيها لفايل ثاني او اجيب داتا من فايل ثاني ادخلها لهذا الفايل بسميها ست. لما بدي اسحب جيت، لما بدي ادخل على الفايل ست. طيب واللي واحد طيب طلع معي، هلا انا بدي افشي عن هذول عشان افهمكم الفكره. شو بدي اجهز؟ كم من ميثود تحسب اريا وديامتر وبيراميتر. طيب الواحد حلو العمليات، هلا الداتا هي داتا تايب فيلد بتعرفها، الاكشنز العمليات اللي انت بدك تسويها او اوبريشنز احنا بنسميها، هي راح تكون ثلاث ميثود مبدئيا عندي، واحدة للاري واحدة بارامتر واحدة ايش ديامتر. طيب قول واحد حلو، طب تعال نرجع هون، هلا باجي بكمل هون بعد ما عرفت الداتا. بقول اول فانكشناليتي في كلاسي، الله اكبر الله اكبر عزة الله اهلا وسهلا بك الله. طبعا الفانكشناليتي بتعملها ميثود بابليك، واللي واحد طيب بابليك ليش بابليك؟ بدي الكل اللي برا يشوفوها، مش ستاتيك. واحد بيقول لي ليش مش ستاتيك؟ معنى كلمة ستاتيك انه ما بتقدر تحجز من هذا البرنامج تبعك الا انستانس واحدة. لحظة تشغيل البرنامج المين بكون ستاتيك، يعني انت لحظة ما تكبس دبل كليك وتشغل برنامجك هاي بنسميها انستانس، هاي الانستانس تظهر لمرة واحدة، ما بقدر احجز انستانس منها بنفس الوقت على نفس الجهاز الا لما اخلص الاولى. فستاتيك معناته لا تحجز الا واحد منها، لما ما احط ستاتيك معناته بقدر انشي قد ما بدي سيركلز. والواحد طيب هلا بتفهموا علي اكثر، فما راح احط في الميثود هون ستاتيك لانه هذا الاوبجكت اللي انا او هذا الكلاس اللي انا سويته اسمه سيركل بحجز منه مش سيركل وحده، عده سيركلز، فما بحط كلمه ستاتيك. بحكي هاي بدها ترجع مثلا على اليو ام ال دايجرام، اول ميثود مثلا اريا. لا 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 الاريا ايش راح ترجع هون حكي لكم؟ دبل. فطلع شو بدي اجي احكي للجهاز هون، بدي اقول له دبل دبل ايوه دبل اسمها جيت جيت اريا. هلا وبقدر اسميها اريا بس عشان اللي بيشتغلوا معي يفهموا انه هاي قيمه راح ترجع من هذا الفايل لاي حدا بناديها برا، فسميتها ايش؟ جيت اريا. استقبلش ولا شيء. بقول لك كيف تستقبلش ولا شيء؟ لما عرفت هون دبل راديوس، هاي داتا عامه ضمن الكلاس تقدر كل الميثودز تشوفها. كيف كنت اعرفكم ستاتيك سكانر فوق في المين؟ هذا كل الميثودز اللي تحت بتشوفه. فانا عرفت داتا منبر هون، هون عرفت داتا منبر الكل بيقدر يشوفه. بقول واحد طيب كل ميثود دائما لها بيجن واند، شو هي مساحه الدائره يا شباب؟ طلع شو بحكي للجهاز، بقول له ريتيرن مساحه الدائره يا شباب اللي هي بين قوسين باي. واحد بيقول لي باي اكتب 3.14، بقول له اذا حافظها اكتبها، اذا بدك الادق الذكي شو بقول لي؟ بستخدم كلاس الماث دوت في امر ايش اسمه باي اللي هو الثابت تبع الباي، بدل ما عرفته بايدي واتحذر واشيل الاجزاء اللي بدي اياها، ضرب الراديوس تبعها اللي هو داتا منبر اللي عرفته، ضرب اللي هي او عفوا تربيع. هلا بقول لي واحد تربيع بقدر احكي له هيك راديوس ضرب راديوس، او في واحد ذكي شو بقول لي؟ مين بقول لي حل ثاني؟ راديوس تربيع، لما بدي احكي اكس تربيع بقدر احكي اكس ضرب اكس، او
اللي أخذتوها في مبادئ البرمجة إيش هي؟ math dot power. yes math dot power على سبيل المثال. وبقول له للradius للقوة قديش؟ 2. تمام؟ هاي طيب قول واحد حلو. هلا بتفهم علي أكثر وأكثر. ها بدي أجي أحكي هاي أول مثل. طيب المثل اللي بعد منها، هلا أنا تجاهلت هذول يا شباب، هذول السيركل وسيركل كونستراكترز والسيركل جيت تجاهلتهم، هلا بشرح لكم إياهم. هلا المثل الثاني بدي أعملها إيش اسمها؟ جيت ديامتر. ديامتر اللي هو القطر مش نصف القطر. نصف القطر اللي هو نصف قطر الدائرة، ديامتر اللي هو قطرها كامل، ديامتر اللي هو عبارة عن نصف القطر ضرب 2. يعني هذه طيب بقول واحد أوكي. أبدأ أجي أحكي هنا في عندي مثل public وليست static لأنه بقدر أحجز أكثر من object. بترجع double لأنه radius أنا عرفته double ممكن يكون فيه كسور، فبالتالي الديامتر راح يكون اسمه راح يكون نوعه برضو كسور. يد ديامتر هاي ديامتر تمام وما بستقبل ولا إشي. بقول واحد طيب هلا عملت functionality تانية، يعني أنا بزودك radius، هلا الفايل هذا بيقدر لحاله يرجع لي الأريا، بيقدر لحاله يرجع لي الديامتر والبارامتر. هلا هون الديامتر ريتيرن طلع شو بقول له هون؟ بدي اقول له رجع لي الراديوس ضرب ايش؟ 2 بهذا الشكل. رجع لي اللي هو نصف قطر الدائره ضرب 2، هذا هو الديامتر. طيب والبارامتر؟ البارامتر اللي هو محيطها هاي بابليك وهي هون دبل محيط اللي هو زي اكزاكتلي. طلع يا شباب انا ما بمشي من عندي، بمشي حسب ما هو مكتوب هون. هاي في عندي ميثود اسمها جيت بارامتر وشو بترجع كداتا تايب دبل. لاحظ كلهم اقواسهم فاضيه الا الست مثلا زي ما كمان شوي راح اعطيك اياها انه بتستقبل قيمه، هذول بيستقبلوش قيمه. هلا جيت بارامتر اكزاكتلي زي ما هي مكتوبه هون تاخذها. هلا ابدا اجي هون بحكي له هاي اسمها جيت لاحظت انه اليه التسميه دائما اول كلمه سمول لتر الكلمات اللي بعدها بتصير كابيتال لتر بدايتها بارامتر تمام بهذا الشكل. هذا المحيط تبع الدائرة وهي عملت له بيجين وإن. شو هو محيط الدائرة اللي هو ريتيرن؟ محيط الدائرة اللهم صل على سيدنا محمد. قديش محيط الدائرة يا شباب؟ 2 باي باي اللي هو ماث دوت باي سوري مش باور باي بهذا الشكل. أو خلينا نأخذها كنترول سبيس أحسن. ضرب الريديوس بشكل المحيط تبع الدائره. هيك محيط الدائره. يس نسيتها زمان انا ما اشتغلت شيء. بقول واحد حلو هلا طلع معي انا عرفت فايل اسمه سيركل. هذا الفايل بدي ازودك فقط في الريديوس. مجرد ما ازودك في الريديوس هذا الفايل لحاله بيقدر يحسب لك قديش المساحه وقديش الديامتر وقديش ليش بيرامتر. فبقول واحد طيب هاي للتأكيد قبل ما أطلعها هاي clean rebuild أتأكد فيش عندي ولا إشي غلط. ما بصير أبلش أستخدم هذا الفايل وفي syntax error، لازم يكون كله إشماله صح. بقول واحد طيب هل نرجع على المين كلاس؟ هلا وين أرجع على المين كلاس؟ هاي رجعت على المين كلاس. هلا المبدأ الأوبجكت أورينتد إنه بدل ما تضلك تكتب كل شيء بإيدك راح تلاقي أوامر جاهزة. زي مثلا المرة الماضية لما شرحت لكم character dot is letter، character is مثلا digit، is upper case is lower case. بدل ما تقعد انت تكتب الكود وتغلب حالك في عندك كلاسات جاهزه فيها ميثودز جاهزه. هلا انا بدل ما اقعد اغلب الناس اقول له اكتب انت برنامج يحسب للدائره، انا جهزت لك برنامج اسمه سيركل. ما عليك تزوده الا كم داتا واحده اللي مين هي الريديوس. فطلع طيب تعال شوف معي. هلا انا بدي اعرف قارئ، هاي بدي اعرف قارئ على اساس اذا بندخل من الكيبورد. هاي ستاتيك سكانر هاي سكانر اسمه ايش انبوت ويساوي نيو سكانر من السيستم دوت ايش دوت ان. واحد حلو طيب يلا انا بدي اعمل سيركل. بدل ما اقعد ابرمج بالمين زي زمان طلع شو بدي احكي للجهاز. بدي اقول له في عندي داتا تايب انا عملتها ايش اسمها. لاحظ بس اكبس كنترول سبيس طلع لي الجافا. في عندي بقدر اعرف لك داتا تايب خاصه شو اسمها يا شباب؟ سيركل. طب من وين جابتها الجافا؟ اللي هي الفايل الموجود عنده بالفولدر تبعته ايش اسمه؟ سيركل. فبدي اقول له في عندي سيركل اسمها C1 ايش اسمها؟ C1. بقول له واحد طيب تساوي نيو سيركل نيو ايش؟ سيركل. فبقول له واحد طيب نيو سيركل بهذا الشكل سيمي كولون. هذا اسمه ديفولت كونستراكتور بدون الجافا. فبقول له واحد طيب
ثواني بالله معي. هلا هاي الجمله اللي انا كتبتها سيركل سي 1 شو معناها في الرام؟ اتخيلها انا بقول عندي في الرام عنوان في الذاكره ريفرنس فاريبل شو اسمه يا شباب سي 1، هذا يؤشر على اوبجكت مبدئيا له ثلاث شغلات او اربع شغلات. طلعوا شو بداخلك تتخيلها. هاي هون بدي اجي احط له مدول اطار كيف بدي اياك تتخيل الاوبجكت في الذاكره. عندي داتا منبر اسمه راديوس، وقيمته المبدئيه، قيمته المبدئيه دائما الارقام شو تعطي قيمه مبدئيه؟ صفر، الاحرف فاضي، الترو فولس فولس على سبيل المثال. هلا هاي كداتا منبر، فلاحظ هاي داتا منبر، هاي بحط لها مثلا اطار غامق، وهاي مجرد ما تزودني في الداتا هاي، هاي بعطيها لون ثاني، هاي داتا مثلا بقول لها مثلا مجازا لونها اخضر. هاي الداتا مجرد ما تزودني تعطيني لها قيمه، مش هلا صارت قيمتها صفر، هلا معاها اوتوماتيكلي يوسع هاي يوسع هاي. مع الداتا هاي جاهزه في امر اسمه get area، وهلا بعطيني حاليا صفر. واحد بيقول لي ليش صفر؟ لانه شو معادله الاريا للسيركل اللي هي ماث ضرب صفر للقوه 2، اي شيء ضرب صفر ايش يعتبر؟ صفر، والديامتر صفر والبيرامتر صفر. بقول له واحد طيب يعني بالاكسل شيت هلا راح يكون عندي ثلاثه اكشنز جاهزين، get ديا ديا ايش بتسموه ديا متر تمام بهذا الشكل، وجت سوري جت بيرامتر تمام بهذا الشكل. خلينا بالله اضبطهم بس هون، والثلاثه هذول اوتوماتيكلي بيرجعوا لي هلا مبدئيا القيمه كم؟ صفر. فبقول واحد طب فهمني كيف بصير هذا الحكي، تعالوا شوفوا معي. هلا عشان تفهموا هذا الحكي، مجرد ما حكيت او خلينا هاي خلينا عملت بين النصيحه وبعدين برجع له، مجرد ما في المين قلت له احجز لي اوبجكت من كلاس ايش اسمه؟ سيركل، واعطيه قيمه مبدئيه كلمه نيو سيركل، اعطي الداتا نيو سيركل استدعي الكونستراكتر الديفولت اللي هو هذا باي ديفولت بيكون موجود بالجافا، اعطي قيمه مبدئيه للداتا منبر تبعت السيركل، مين هي الداتا منبر تبعت السيركل حسب تعريفي انا اللي هو الريديوس، اعطيه قيمه ديفولت، شو القيمه الديفولت لاي قيمه رقميه سواء انتجر او دبل؟ صفر. صفر. فاوتوماتيكلي بيكون كل الميثودز هذول بيعملوا اكسس للريديوس وبيقدروا يحسبوا. فبقول له واحد طيب كيف؟ يعني هلا هاي حجزت، هاي حجزت لحد هاي الجمله، حجزت في الذاكره اوبجكت اسمه سي 1 ريفرنس فاريبل اسمه سي 1 يؤشر على الاوبجكت بهاي الداتا تبعته. قديش قيمه الريديوس حاليا؟ زيرو. فبالتالي بقول له واحد طب اسمع اسمع عشان اثبت لكم هذا الحكي، سيستم دوت اوت دوت برنت لاين مثلا الريديوس عشان تشوفوا معي انتم هذا الحكي صح ولا لا. الريديوس يساوي بلس اللي هو السي 1 دوت ريديوس. واحد يقول كيف كيف كيف؟ طلع على انا شو حكيت له. في المين ما في شيء اسمه ريديوس، في المين في شيء اسمه ايش؟ اوبجكت اسمه ايش؟ سي 1. هلا اي شيء بيتعلق بالسي 1 عشان اجيبه بحكي له سي 1 دوت ريديوس. طيب ثواني خلينا ناخذها، ايش كمان في له؟ في اربع معلومات فيه كداتا وكاوبريشنز. هي هون اثنين، هي ثلاثه، هي اربعه. كل واحد طيب هلا اللي بعد منها مثلا الاريا، واللي بعد منها الديامتر متر تمام، واللي بعد منها ايش؟ البيراميتر. طيب هدول عشان اجيب الاريا بقول له روح استدعي المتر ليش اسمها؟ جت ايش؟ جت لاحظ جت اريا. هون شو بحكي له؟ سي 1 دوت جت ايش؟ جت ديامتر. هون شو بحكي له؟ جت بيراميتر. والواحد طيب والواحد هذا كيف بيصير؟ اللي بيصير طلع طلع معي منيح، هذا اعمل تريسنج بالله ركزوا منيح معي. هاي اف 7 اشتغل البرنامج بلش يمشي. هلا بدي اصير احكي بس له اف 8 هون عشان ما يصيرش يدخل جوا هذول. هلا مجرد ما اوصل عند هاي اقول له اف 7 ادخل جوا منها، راح هون على السيركل واستدعى باي ديفولت. انا حتى لو انا مش كاتب في شيء اسمه ديفولت كونستراكتور، عرف اوبجكت ديفولت، هلا صار دخل جوا تفصيلات، عرف اوبجكت ديفولت اسمه سي 1 واعطاه قيمه مبدئيه في الرام. قديش اعطاه قيمه مبدئيه يا شباب؟ صفر. والواحد طيب هلا كمل هون F7 كمل اطبع كذا كذا كذا. هلا لما يجي هون بروح على السي 1، يعني هون بطبع حرفيا ريديوس يساوي حرفيا، بعدين بروح على الذاكره على السي 1 روح جيب لي الريديوس. وين السي 1 في الذاكره؟ هاي السي 1. روح جيب لي حقل الريديوس، هاي الريديوس قديش قيمته؟ زيرو. فبطبع على الشاشه حرفيا ريديوس يساوي وزيرو. فبقول واحد طيب لا بس اكبس هيك، هي مشيت عنها F8، لاحظ على الاوتبوت شو قال لي مبدئيا الريديوس قديش قيمته؟ 0.0. بقول واحد طيب قول له هلا الجمله هاي قلت له اطبع الاريا تساوي حرفيا، بعدين روح على السي 1 جت اريا. شو يعني روح على السي 1 جت اريا؟
روح على C1 على الأوبجكت اللي اسمه C1 في ميثود إيش اسمها؟ Get area. طب واحد بيقول شو الجيت اريا؟ طلع بالسيركل وين الجيت اريا؟ هاي الجيت اريا. قلت له تساوي ريتيرن ماث باي اللي هو ثابت باي في الراديوس الحالي للقوه 2. الراديوس الحالي بالسي 1 قديش قيمته؟ صفر. صفر تربيع صفر. صفر ضرب الباي زيرو. شو برجع؟ زيرو. فبالتالي لما ارجع هون عند المين واقول له هي هون اف 8 عشان اشوفه، لاحظ انه هون شو رجع لي على الاوتبوت هي عشان تشوف معي شو قال لي الاريا؟ صفر. طيب بعد منها علمين قلت له اطبع حرفيا ديامتر وروح استدعي المتر سي 1 جيت ديامتر. فبروح على سي 1 اللي هو على الاوبجكت من الكلاس الحالي تبعي، وين الجيت ديامتر؟ هاي ديامتر اللي هو عباره عن الريدس الحالي اللي هو 0 ضرب 2 برضه برجع 0. والواحد طيب برجع علمين، هاي علمين هون تمام. يعني بس انا فتاه اف 8 هي لاحظ على الاوتبوت عايزين شوط وخط واستدعى المتر اللي اسمها ديامتر اللي هي جيت ديامتر واعطاني 0. طيب بكمل هلا هون اف 8 بيراميتر نفذها، لاحظ برضه ايش اعطاني؟ يعني لما راح لها على كلاس سيركل استدعى جيت البيراميتر اللي هو صفر ضرب هدول، صفر ضرب هدول شو اعطاني؟ صفر، لانه صفر ضرب ايش؟ صفر. والواحد طيب هلا هون بهذا الشكل هي طبعا اياها. الواحد طيب لاحظ عشان تفهم معي اكثر، المين انا ما عرفت الا اوبجكت، هل عملت عمليات حساب ضرب في المين؟ لا، انما في المين انا عرفت اوبجكت وزودته بداتا مبدئيه اللي هي صفر وحسب هاي. ابو عبد الله طب اسمع تمام، بقول له بقدر اجي بعد ما حجزت الاوبجكت بعطي الراديوس صفر، بقدر اجي اقول له هون سي 1 دوت راديوس، راديوس يساوي مثلا 10. شو معنى هاي الجمله؟ هاي الجمله معناها بكل بساطه، هاي الجمله شو معناها؟ روح على الريفرنس فاريبل اسمه سي 1 بقول له واحد طيب خلينا نوقف بالران القديم، روح على الريفرنس فاريبل اسمه سي 1 اشطب الراديوس تبعته بدل ما هي صفر قديش تصير؟ 10. والواحد طيب اذا صارت 10 قول له خليها 10. هلا هاي الجمله معناها حطها 10. هلا بعد منها لما اجي ابلش هون اطبع بقول له اطبع حرفيا راديوس يساوي وروح جيب الراديوس، قديش الراديوس الحالي؟ 10. فشو روح اطبع على الشاشه؟ 10. طيب الجمله اللي بعد منها اطبع اريا تساوي حرفيا وروح على السي 1 استدعي لي المتر اللي ايش اسمها؟ جيت اريا. راح يقول لي لما تروح على السيركل، هاي السيركل هاي كلاس سيركل، وتقول له جيت اريا، هاي جيت اريا، شو راح تعطيك؟ راح يجي ينفذ اللي هون انه 10 تربيع. 10 تربيع قديش؟ 100 بالبايت 3.14 تقريبا، يعني بيطلع 100 ضرب 3.14 شو بيطلع؟ 314 تقريبا. بقول له واحد طيب 314. وهون لما احكي له الجمله اللي بعدها مثلا، هون لما احكي له الجمله اللي بعدها الديامتر اللي هو 10 ب 10 20 اللي هو لما يستدعي مثل جيت ديامتر من هون، هاي الديامتر من هون اللي هو الراديوس 10 10 ب عفوا 10 ب 2 20 تمام. ولما البعد منها جمله الطباعه البعد منها في المين هاي استدعيها بستدعي ميثود البيراميتر من كلاس مين سيركل اللي هو هون البيراميتر اللي هو 10 في 3 14 اللي هي 31 و4 ضرب 2 بيطلع 62 و8 تقريبا. فبقول له طب اثبت لي هذا الحكي، تعال طلع على هون لما اجي اعمل لهذا رن، مش غيرت بعد ما حجزت السيركل بريديوس صفر، هاي معناها احجز السيركل بريديوس مبدئي صفر. قلت له غير الراديوس من صفر لكم؟ لعشرة. فبقول له واحد طلع لما اعمل اف 6 شو اعطاني معلومات؟ قال لي الراديوس تبع الدائره 10، الاريا 314، الديامتر 20، البيراميتر 62. شفتوا كيف مبدا الكلاسز؟ بالكلاس انت بتعرف داتا واوبريشنز لها، عرف فايل، ما لك اليوزر كيف بيدخلها كيف بيطبعها، ما لك حر. هلا ممكن انا ادخل هون قيم زي هيك او ممكن استخدم الكيبورد ادخل قيمه تمام. ولما اطبعها ممكن اطبع على الشاشه او ممكن اقول له روح خزن على داتا بيس او طلع على اكسل شيت او اعرض على داتا شو، حر انا. انت ما لك كيف بيدخل وبيخرج، انت لك بس انك راح تزود بداتا وبدك ترجع داتا، اليوزر حر كيف يدخلها وكيف يخرجها. بقول له واحد طيب، بقول له معي لحد هون يا شباب ولا في اسئله؟ فيش اسئله؟ تمام دكتور، تمام تمام دكتور 100%. طب واحد بيقول لي طب اسمع بقول له بقدر مثلا انشئ دائره ثانيه؟ نعم. هاي طلع معي ها، برجع اخذ هذا الكود كوبي هلا هون، هاي بحط هنا بيست مثلا، بقول له في عندي اوبجكت ثاني شو اسمه؟ سي 2 من كلاس السيركل، وهذا السي 2 لما يبلش خليه 20. وهون بصير عشان اعرف معلومات السي 2 مثلا، طلع معي شو بده يصير هون، بقول له هون اطبع سي 2 سي 2 سرعه عفوا سي 2 سي 2 سي 2 واحد بيقول لي كيف هلا هيك، هذا صار معناته عندي تو اوبجكتس من كلاس سيركل، واحد اسمه سي 1 وواحد شو اسمه
سي 2 الاول ضبطته على الديفولت هون بكون صفر وهون صفر على الجمله هاي الاول ضبطت الريدس تبعه ب 10 على الجمله هاي ضبطت تبع الثاني ب 10 طبعا الثاني هون ليش لازم ايش لازم اكتبه هون 2 بقول واحد طيب طلع ضل معي وهي بيناتهم عشان نحن نشوف هلا بس نعمل رن سيستم دوت اوت دوت برنت لاين بحط يساوي 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 زي فوق فاصل يعني طلع لما اعمل اف 6 صار عندي تو اوبجكتس في الميموري واحد الاول تزود بس في داتا في معلومه واحد اللي هي الريدس 10 وقدر يحسب هذول الثلاث معلومات والثاني تزود بس بمعلومة واحدة اللي هي الريديس 20 وقدر يحسب إيش هذول المعلومات. اللي استخدم كلاسي في المين اللي استخدم كلاسي في المين ما عاد يكتب كود لا البارامتر ولا الاريا ولا الديامتر بس هو زودني في داتا إيش اسمها الريديس. أنا كلاسي بحسب لك كل شيء كلاسي شو بيسوي بحسب لك كل شيء بسهل قاعد عليك. أنا أنت دائما هدفك الأوبجكت أورينت تصير تعمل فايلات فيها داتا زودها بداتا وهاي الداتا تقدر تعمل عليها أوبريشنز. ايش تقدر تعمل عليها operations. واصل الفكره لحد هون ان شاء الله يا شباب. طب واحد بيقول لي طب بقدر استخدم القارئ؟ نعم بقدر اجي احكي له هون input dot next next double لانه قيمه الهاي دبل وبروفيشنالي بقدر اجي احكي له هون system dot out dot print line مثلا enter مثلا circle radius مثلا اذا بدك تحط قيمه ثابته يعني. واحد بيقول لي بقدر ادخل الكيبورد؟ نعم والله هذا لو اعمل اف 6 هون بيجي بقول لي انتر سيركل ريديوس باجي بقول له هون مثلا الريديوس 500 سكبس انتر هي حسب لي لكم 500 زودته بداتا. انت دائما وانت تبني كلاسك ما لك كيف اليوزر بزودك داتا انت المهم راح تجيك المعلومه اللي هي الريديوس كيف يزودك فيها هو حر خلال جمله مساواه من خلال الانبوت من خلال الداتابيس حر هو. هلا مجرد ما يزودك بالداتا انت بتحسب له الاريا والديامتر والبارامتر لاحظتوا؟ طيب كل واحد حلو. طب نرجع لليو ام ال داتا كل واحد. طب شو الكونستراكتورز هذول؟ كونستراكتورز باي ديفولت جافا بتكون باني كونستراكتور اسمه سيركل. دائما الكونستراكتور اسمه نفس اسم الكلاس دائما اكزاكتلي هيك العرف اللي صممه جافا هيك. كل واحد طيب شو الكونستراكتور؟ طلع معي بقدر اجي هون بعد الداتا من بر اجي احكي هون عندي سيركل لاحظ كبست حرف سي كابيتال لاحظ الجافا قالت لي بقدر اعمل لك تو كونستراكتورز واحد ديفولت واحد بارامترايز. واحد بيقول كيف يعني ديفولت؟ يعني سيركل بهذا الشكل وثواني بالله خليكم ثاني معي هلا بتفهموا وسيركل هاي سي كابيتال قلت له سيركل بهذا الشكل. واحد بيقول شو هذا؟ بقول له سيركل الاول هلا بفهمك اياها بقول له ذس دوت ريديوس. واحد بيقول شو يعني ذس؟ يعني الداتا المنبر للاوبجكت الحالي الريديوس تساوي مثلا هلا باي ديفولت الجافا بتعطي الارقام قيمه صفريه فمثلا انا بدي احطها مجازا بحطها 10. واحد بيقول طب والثاني على فهمك اياها عشان تفهموا شو هذول. دائما الكونستراكتور اسمه نفس اسم مين الكلاس لانه هذا يتم تنفيذ لحظه حجز الاوبجكت. بيقول واحد مش فاهم طلع ضل معي منيح بدي ارجع على الميم بدي اشيل هذول الجملتين هاي خليني اشطب هاي وخليني بالله اشطب هاي مؤقتا بس عشان تفهموا شغله عشان نتبعها. هلا لو اجيت قلت له هون سيركل تساوي نيو سيركل هلا سيركل سي 1 بتشوفها بالذاكرة معناها احجز السي 1 وحط السهم بس هذول التنتين ما لكاش في اللي تحت لسه ما تمش انشاء الاوبجكت. هاي الكلمة سيركل سي 1 هاي معناته انشئ عنوان في الذاكرة اسمه سي 1. طيب والجزء الثاني نيو سيركل نيو استدعي الكونستراكتور اللي ايش اسمه سيركل قوسين فاضيات. هلا بالجافا باي ديفولت بتكون عامل كود اسمه سيركل قوسين فاضيات وبتضبط لاي رقم صفر. انا شو رحت في برنامجي هون حكيت له قلت له سيركل قوسين فاضيات قديش افترض الريديس حاليا مش صفر زي ما بتعمل الجافا. شو قلت له افترض الريديس حاليا 10 فقول واحد اثبت لي يعني هاي في لحظه انشائها بتصير الريديس قديش قيمته الضمنيه مش صفر زي اول شو راح قيمته 10 فقول واحد طب اثبت لي تعال اورجيك. لما قلت له هون في المين النيو سيركل يعني استدعيت الديفولت كونستراكتور. الديفولت كونستراكتور في كلاس السيركل قديش حط الريديس اللي هو هاي الدبل كليك على هاي قديش حطيت الريديس بالسيركل قوسين فاضيات قديش حكيت له الريديس يساوي 10. كونستراكتور وظيفته الاساسيه اعطاء قيمه مبدئيه للداتا الداتا تبعتي هي ريديس قديش اعطيته قيمه مبدئيه 10. فبقول له واحد طيب بقول له هلا طلع لما اعمل رن زمان كان يعطيني اياهم على الديفولت كونستراكتور القديم تبع الجافا كلهم اصفار هلا لما اعمل اف 6 اعطاني الريديس قديش قيمته 10 وحسب له. دكتور دكتور في مجال بس تعيد كيف اقراها لاني انا سامع بالشبه بيضل يقطع عندي بسيطه هيك كمان مره. هلا طلع معي كتبت نيو سيركل او كتبت مثلا 50 واحد بيقول لي شو هذا؟
قلت له طلعوا بالله معي هون ركزوا بهاي تفهم اللي قبلها. قلت له احجز لي عنوان في الذاكره شو اسمه C1 ايش اسمه C1. بعد ما تحجز الريفرنس فاريبل اسمه C1 انشئ لي اوبجكت منه باستخدام الكونستراكتور سيركل هوس في جواته كم 50. فبقول واحد طيب هاي معناها استدعي الكونستراكتور. بقول واحد طيب ثواني يعني بدي اروح على كلاس السيركل. هاي كلاس السيركل كم كونستراكتور عندي؟ 2. الاول قوسين فاضيات الثاني قوسين فيهم داتا. انا لما حكيت له في المين حكيت له نيو سيركل قوسين فاضيات ولا جوا منهم قيمه؟ جوا منهم قيمه. يعني استدعي البارامترايز كونستراكتور اللي هو بنسميه الماوس عندي بتعلق البارامترايز كونستراكتور. يعني هلا في عندي تو كونستراكتور سيركل وسيركل بداتا. هلا اللي هو اجت ال50 هون وحط ال50 اللي اجتني من برا الريدس الاجابه من برا الريدس تبع الاوبجكت الحالي. يعني الريدس تبع الاوبجكت الحالي قد صار 50. بينما الابل لما كنت هنا في المين حكيت له زي هيك قلت له ريدس قوسين فاضيات يعني استدعي انيميتر الكونستراكتور اللي بيستقبلش داتا. لما يجي هون بيستدعي هذا الكونستراكتور اللي هو بيفترض باي ديفولت قديش قيمه الريدس للدائره 10. هذا يتم استدعائه اذا كان اليوزر مزودك بداتا. يعني بمعنى اخر في البرمجه بقدر انا اجي اقول لك انت اكس واوقف شو القيمه المبدئيه لاكس؟ صفر نفترض بدناش نقول في ربش داتا. او بقدر اقول لك انت اكس يساوي 5. يعني زي ما بتقدر تحجز الفاريبل ما تعطيهوش قيمه مبدئيه او تعطيه قيمه مبدئيه نفس الشيء الاوبجكت ممكن تحجزه بدون ما تعطيه قيمه مبدئيه او تعطيه قيمه مبدئيه للداتا تبعونه مثلا قول له 100. طب الجهاز كيف بقرر اعطيه قيمه مبدئيه ولا لا؟ حسب الكونستراكتور. ثواني عمر اللي هو بيجي هون على الكونستراكتور لما يستدعي حسب لما يلاقي كلمه نيو. اذا لقى نيو سيركل قوسين فاضيات بيفترض انه الريديوس على الديفولت كونستراكتور فبحط في الريديوس 10. اذا لقى القوسين فيهم داتا باخذ الداتا وبحطها جوا الريديوس تبعك. فلاحظ الريديوس هذا اللي جايين من برا السولا اللي هي اجتني القيمه من برا الذس اللي هي تعود على الاوبجكت الحالي اللي هو السيركل هذا اللي هو الداتا من برا الحالي يحط القيمه جواته. فلاحظوا مثلا ثاني بس عشان اثبت الفكره هلا لما اقول له 100 اف 6 شو حسب على 100 لانه استدعى البارامترايز كونستراكتور. لو قلت له هون 10 او قلت له عفوا فاضي راح يستدعي الديفولت كونستراكتور اللي هو في الديفولت كونستراكتور اللي هو قوسين فاضيات في السيركل. ايش قلت له القوسين فاضيات قديش الريديوس يكون 10. فبالتالي لما اجي اعمل هون في المين هي اف 6 رن حسب على كم؟ على 10. يعني بمعنى اخر الكونستراكتور هو ميثود اسمها نفس اسم الايش الكلاس تبعك وتنفذ لحظة حجز الأوبجكت بهدف إعطاء قيم مبدئية للداتا ممبر تبعونك. ممكن تنادي نيو سيركل قوسين فاضيات هذا بنسميه الديفولت وممكن تناديها تكون بارامترايز تعطي قيمة مبدئية. طب واحد يقول لي بقدر أعطيه داتا بعدها؟ نعم تقدر. يعني بعد ما أعطيته داتا هون أي لحظة أي هذا فبقدر أرجع أحكي له هون مثلا بعد ما حجزت كداتا مبدئية وكذا أقول له C1.radius radius يساوي مثلا 500 عادي أعطي له. عمر اسأل شو عندك سؤال يا دكتور. سؤالي شوية حطيناها بدون ما شو اسمه هاي بدون ما نقرأ قيمة بالكلاس وكان يستقبل قيمة الراديوس الراديوس. هلا طلع معي لحظة ما احجز الأوبجكت. إذا طلع معي إذا كتبت هيك احجز C1 واعطيني قيمه الريدس تبعه قديش باي ديفولت هيك حجزت سيركل وما اعطيته قيمه الريدس تبعها. هلا حسب تعريفك ما اعطيته قيمه بس قبل شوي حطينا قيمه واستقبلها بدون ما يكون في استقبال. أيوة. ثواني بس عشان افهمك لما تقول له كلمه نيو سيركل يعني استدعي الكونستراكتور اللي اسمه سيركل قوسين فاضيات. طب تعال تفرج معي هاي كلاس سيركل هاي التو كونستراكتورز هذول هم هذا الاول وهذا الثاني مين راح ينفذ الاول ولا الثاني وليش؟ راح ننفذ الأول لأنه حكيت له نيو سيركل قوسين فاضيات. نيو سيركل قوسين فاضيات يعني هذا شو قلت له حط الريديوس 10. بينما لو قلت لك في المين زي هيك عمر قلت لك هون مثلا 600 بقول لك استدعي الكونستراكتور وابعث له قيمة قديش 600. فلما يجي هون لا مش هيك قصدي دكتور قصدي يعني بعد لا تستدعيه فاضي بعد لا تستدعيه بقوسين فاضيات ترجع انت تعرف قيمه الراديوس بقيمه ثانيه بتقدر بعد فتره ترجع تغيرها. يعني الداتا منبر انت ممكن لحظه يعني انا هاي هون مثلا في المين
لما اجي مش بقدر احكي اكس تساوي 5، وبقدر بعد شوي اقول له اكس تساوي اكس القديمه ضرب 10. انت الفاريبلز او الاوبجكتس الداتا اللي فيها ممكن تغيرها، ممكن تعطيها قيمه مبدئيه وممكن لقدام ايش ترجع تسوي تغيرها. فانا لحظه ما انشات سيركل هون قلت له خليها 600 خلاص ثابته للابد 600، لا بقدر ارجع هون احكي له بعد ما خليها 600 اقول له سي 1 والله بدال 600 مثلا خلي الراديوس يساوي مثلا 5000 حر انا. هلا لحظه ما انشات الدائره مبدئيا كان قيمه الراديوس 600، بعدين بقدر اغيره او ما اغيروش عادي حر انا، يعني بقدر احط الراديوس للقيم اللي بدي اياها او لا. هلا الهدف، بانشاء الكونستراكترز انك تعطي قيمه مبدئيه، انه دائما لما تيجي تشتغل بالسيستم مثلا بدك تعمل تحجز طالب، فيش تقول تحجز طالب والله ما إلوش مثلا عمر، ما إلوش اسم، ما إلوش جنس، في معلومات اساسيه لازم تعطى قيمه مبدئيه. مين اللي بيحرص على اعطاء القيم المبدئيه؟ اللي هو شيء اسمه ايش؟ كونستراكتر. وصلت الفكره؟ وصلت. تمام. طيب بدي اكتفي لحد هون، المحاضره الجايه برجع بعطيكم كمان مثال عليها ونثبتها بشكل اوسع. صعبه؟ مش صعبه، فكره جديده، بس فكره انه لاحظ برنامجك صار مش ملف واحد، ملفين، واحد هو عباره عن كلاس فيه داتا واوبريشنز وكونستراكتر بهذا الشكل، وواحد اللي هو المين. بالمين بدل ما عاد اغلب الناس تكتب كود لحساب الاريا والديتيلز والدايامتر والبارامتر، لا انت بس زودني في الريديس وانا بحسب لك كل هدول. جاهزين جاهزين مجهزين. هذه هي فكره الاوبجكت اورينتد. احنا اليوم بس هيك لمحه عامه عنها. تمام، في اسئله لحد هون يا شباب؟ شكله في مجال اطلع واذا اني مستعجل. مين بيطلع؟ عبد الله؟ بعد ابنه. عبد الله ايش بس ذكرني عشان وانا اخذ حضور غياب. عبد الله ابو جبل. عبد الله ابو جبل خلص. روح عبد الله، الله يسر امرك، انا شنو دائما باخرك.